النهارده اللجنه التنسيقيه تضامن نظمت مؤتمر صحفي علشان تعلن عن ملاحظاتها الخاصه بقانون الخدمه المدنيه بعد التعديلات طبعا اللي تم ادخالها على القانون قبل ما يتبعت لمجلس النواب ومناقشته. نتابع. بعد رفض قانون الخدمه المدنيه منذ فتره، نظمت تنسيقية تضامن مؤتمرا لعرض رؤيتها لقانون الخدمة المدنية بشكل يتوافق مع أوضاع العاملين في البلاد في أجهزة الدولة. احنا كنا في تنسيقية تضامن، عكفنا بعد رفض القانون على مقترحات بتعديلات، عدينا بعض المواد المختلف فيها في القانون، وبنأكد على رفضنا لأي تعديلات تقدم لمجلس النواب حاليا في جلسة الانعقاد الحالية. في اجتماعات متواصلة علشان نحط ردود موضوعية ومحايدة على القانون ده من ناحية، ونضع بدائل لهذا القانون، إلى أن توصلنا النقابات العضوة في التنسيقية إلى وضع قانون بديل، مشروع لقانون بديل لهذا القانون الجائر. المؤتمر عقد في نقابة الأطباء بمشاركة ممثل لهيئتها، وكذلك وجود عدد من النقابات المختلفة ليؤكدوا على أهمية أن يكون للنقابات دور فعال لحماية العاملين في كل المجالات. بدأنا نفكر في قانون عادل يجمع بين الإصلاح الإداري، إن كلنا عايزين إصلاح إداري، وفي نفس الوقت بما لا يضر بالعامل أو الموظف إلا هيطبق عليه القانون. تصور القانون الجديد يستهدف حماية حقوق العاملين وتوقيع العدالة بينهم، وكذلك المساواة ومراعاة الحد الأدنى للأجور ومنع نهب مصادر الدولة، وكذلك غيرها من المواد التي تستهدف تنسيقية تضامن عرضها على مجلس النواب للموافقة عليها كمشروع للقانون. مرة أخرى يعود الحديث عن قانون الخدمة المدنية للظهور، هذه المرة بشكل مجتمعي من أعضاء النقابات العمالية الذين كانوا قد رفضوه من قبل، واضعين قانونا جديدا يأملون من خلاله أن يعود بمنفعة على العاملين في أجهزة الدولة. محمد الرئيس، الحياة اليوم.